بعد 4 أيام من الآن راح يبدأ الحدث، راح يكون الحدث الأخير لهذا الموسم، وبعد هذا الحدث راح ندخل إلى موسم مارفل بعد أيام معينة. فالآن راح أتكلم عن تحديث اليوم اللي يعتبر آخر تحديث بهذا الموسم. فقبل البداية لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ولا تنسى كود الشوب وازد وددي. طيب بالأول شباب، قلنا في حدث احتمال يكون بنهاية هذا الموسم، ومع تحديث اليوم تم إثبات أنه راح يكون في حدث. الإشي اللي عرفناه قبل فترة أنه ميغالودون والمنطقة تاعته القرشي عبارة عن سفينة متحركة. لما رسمت بداية الموسم في المنطقة اللي هو فيها الآن، هي كانت سفينة متحركة بشكل سفينة قرش. هاي السفينة الآن في أنابيب بتم إنشائها من منطقة النيترو أو حلبة النيترو إلى منطقة ميغالودون اللي هي سفينة القرش. فالأنابيب هاي بيحكي لك لما تصل ببعض كلها راح يملأ سفينته بالوقود عن طريق النيترو وهكذا. فالسفينة راح يكون إلى دخل بالحدث اللي راح يصير بعد 4 أيام، والمؤقت الآن أتوقع صار موجود في اللعبة. فزي ما قلنا السفينة راح يكون إلى دخل بالحدث، والإشي اللي عرفناه اليوم إن صندوق بندورا بوكس اللي طلع قبل موسم معانا وجبنا الحضارة اليونانية القديمة سكنزيوس راح يرجع بنهاية الحدث اللي راح يصير بعد 4 أيام. وهي فيديو تسريب إله، شايفين كيف الصندوق راح يطلع من مكان معين، راح يطلع من تحت الأرض لأنه أتوقع كان معانا بس موجود تحت الأرض. بعد الحدث راح يتم الكشف عنه انه رجع عن طريق هذا الصندوق بتاريخ 16/8/17/8. راح ينتهي الموسم ويبدا موسم مارفل، بس على اساس انه الصندوق ادى لهذا الاشي، لانه الصندوق زي ما بتعرفوا مو صندوق عادي، لانه قبل موسم جبنا الحضاره الاغريقيه كلها عنه. فالاشياء راح تكون موجوده في الحدث نفسه، اماكن معينه ومواسير وهكذا، بس ما في بالفيديو اشي حرق الا انه الصندوق راح يرجع. كيف راح يتم الحدث وشو راح تعمل السفينه لسه ما بنعرف. فبعد 4 أيام راح يكون في ميني ايفنت، حدث مصغر او حدث نهايه الموسم، وهذا الحدث راح يكون مهم، راح يفسر اشياء كثير لنا. فنحط موضوع الحدث على جنب، الان نتكلم عن الاشياء اللي صارت بتحديث اليوم. راح يكون في عنه حزمه اكس من الجديده. هاي الحزمه قدامكم تتكون من 3 سكنات، 3 اكسات، 3 حقائب ظهر ولون ورقصتين. راح تنزل في الايتم شوب باي لحظه. فاذا حاب تشتريها لتنسى كود YZYDD سهل جدا. عندنا 3 سكنات جديده كمان، هذا السكن اسمه سيجنال اشاره، وعندنا سكن سكرابر كايل، والسكن الاخير سكن السحليه لزك. هذا السكن من السكنات المقترحه اللي هو سكن السحليه. هاي 3 سكنات جديده زائد حزمه اكس من جديده. عندنا الصوره هاي فورتنايت راح تتعاقد مع شركه بوما وتعمل 4 سيارات، نادي اس ميلان ونادي بروسيا دورتموند ونادي مانشستر سيتي ونادي مارسيليا. بتعرفوا تعاقد فورتنايت ودراغون بول سووا اكثر من تعاقد معهم. في تعاقد جديد كمان راح يصير بالسكنات اللي قدامكم، سكن اندرويد 18 ونسيت اسم الثاني. هذول السكنين راح ينزلوا قريبا في الشوب كتعاقد جديد بين فورتنايت ودراغون بول، وغالبا ممكن ينزلوا معاهم سكنات دراغون بول الثانيه اللي نزلوها من قبل. المين جان يفترض انه رجع بعد تحديث اليوم، بس مو متاكد من هاي المعلومه. بخصوص صور التحميل الريلود، في اسلحه انضافت واسلحه انحذفت. هاي الاسلحه 3 انضافت وهاي الاسلحه 3 انحذفت من طور التحميل وليس الباتل رويال. اتكلمت بمقطع امس عن تعاقد فورتنايت مع الان ووكر المغني، انه راح يسووا له سياره خاصه فيه، هيك راح يكون شكل السياره. كمان راح تكون للباتل رويال وطور السباق ولعبه روكت ليج، وراح يكون معها عجلات عليها شعار الان ووكر. بخصوص فول جايز في الباتل رويال، بعد تحديث اليوم تم اطلاق الايفنت داخل الباتل رويال. فالان وانت بتلعب، شوف الفيديو اللي قدامك، وانت بتلعب بالباتل رويال اي جيم طبيعي، فجاه راح تلاقي هذا التمثال بهذا المكان في الخريطه بحولك كشخصيه فول جايز، نفس شخصيه فورتنايت يعني بس صغير، وبدك تكمل الباركور. لو بتلاحظوا اليه اللعبه زي كانك تلعب فول جايز مو فورتنايت، نفس الجمب ونفس الحركات الدايف والسرعه والركض وكل شيء، ونفس الباركور نفسه الموجود في فول جايز، مو اشياء فورتنايت اخترعتها، لا ماخذينها من فول جايز نفسهم. فشو اللي راح يصير لما توصل لخط النهايه؟ خلينا نشوف. اوكي وصل لاخر شيء عند التاج واخذ التاج، اتوقع ما اخذوش، مش عارف اخذه او لا. المهم راح ينزل معك هذا الطير او العصفور، ايش هو، الدلفين ولا المهم شخصيه من شخصيات فول جايز راح تنزل معك، وراح تعطيك لوت حسب ادائك في الايفنت اللي عملته فوق او بالباركور اللي عملته. ممكن يعطيك اشياء ذهبيه، ممكن اشياء ايبك، يعني يا ذهبي يا ايبك. اذا كنت افضل واحد في الباركور راح يعطيك اشياء واسلحه ذهبيه. ولانه هذا الايفنت الان متوفر في الماب وتقدر تشارك فيه بالباتل رويال، نزلوا التحديات على 3 جوائز اللي قدامكم. راح اسوي مقطع ثاني بعد هذا المقطع اشرح فيه التحديات وكيف تفتح الجوائز الثلاث، فرابط مقطع التحديات راح احطه بالتعليق المثبت بهذا المقطع. اخر معلومه بتكلم عنها الفاست ترافل، التنقل السريع بطور ليجو، الان اتوفرت والان اتفعلت. فاذا فتحت طور ليجو راح تلاقي عندك اله تصنعها بتخليك تتنقل تنقل سريع اللي هو فاست ترافلنج. فاتوقع هيك اني لخصت كل شيء بخصوص تحديث اليوم، حاسس حالي حكيت كل شيء مره واحده. فاتمنى بالنهايه اذا حاب تدعمني لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، كود الشوب وازد ودي دي سهل جدا، وانشر مقطع بكل مكان،
مع السلامة. فكيت السلاح اللي عندي. اسمع، لا تفكوني. لا ايوه 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 فك.